في الذكرى 65 لإعلان الجمهورية التونسيون يصوتون بنعم أو بلا على الدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد ويرى فيه حجر الزاوية لما سماه جمهورية جديدة. بدا الرئيس قيس سعيد متفائلا رغم دعوات المعارضة إلى المقاطعة حتى أننا سألناه عن موقفه منها. نحن أمام المسؤولية التاريخية ولن نترك تونس لقمة سائغة لمن يتربص بها. أنا متفائل بالشعب التونسي حتى يكون في الموعد وأدعوه أن يكون في الموعد وأن يصدع برأيه وباختياره بكل حرية. دعوة المقاطعة كان من يمكن أن يقولوا لا، هم أحرار، لست وصيا على أحد، ولكن الشعب واعي وإن شاء الله سيدحضوا أكاذيبهم وادعاءاتهم وأراجيفهم بأن يقول كلمته الفصل في هذا اليوم التاريخي. فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها على الساعة 6 صباحا وستغلق على الساعة 10 ليلا ضمن أطول فترة تصويت في تاريخ البلاد. صوتنا بنعم بتبيع، احنا مع دستور واحنا مع تونس وإن شاء الله ربي يحمي تونس. ثم حاجات كانت تجاوزات في الدستور القديم، كانت هينات كبيرة، كانت ناس عبثت بالدستور هذاك وعملته على مقاسهم، وتوا جاء الوقت اللي معناه الشعب قال يزي. أزيد من 9 ملايين ناخب معنيون بالتصويت في الاستفتاء، خصصت هيئة الانتخابات 11600 مكتب اقتراع. يجري التصويت بسلاسة وسط إقبال بدا ضعيفا مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة. إلى حد الآن سيد الاقتراع عادي، حلينا الأبواب للمواطنين 6، الإقبال ماشي ويرتفع العدد متاعه بشوي بشوي مع طلوع النهار، ولا لحد الآن لا بأس. أعلنت هيئة الانتخابات عن تسجيل نسب مشاركة متدنية في الخارج لم تتجاوز 6.5% يومي السبت والأحد، ما يقوي الخوف من أقبال ضعيف إجمالا. هو أول استفتاء من نوعه في تاريخ تونس. اليوم يكرم دستور قيس سعيد أو يهان في وقت يتطلع فيه الشعب التونسي إلى تدشين مرحلة تكون أكثر استقرارا من سابقاتها. فتح الفالحي، ميديا، تونس.